السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عفوا، مرحبا بكم مرة أخرى في البث المباشر على قناة شوف تي في، برنامج أشنو عندك مع كريم وسط. كنتمنى تكونوا بألف خير ويوم سعيد إن شاء الله، ونتمنى أنك تكون الأجواء عندكم بخير وعلى خير في هذا الجو ديال الكورونا. نتمنى إن شاء الله تكونوا بصحة جيدة. مرة أخرى تنبغي نرحب بشوف تي في، كترحب بك برنامج أشنو عندك. أنت ما عليك غير تسول شوف تي في تعطيك الحل. افتح قلبك، قول أشنو كاين، راه الجواب تلقاه في الحين. مرة أخرى تنبغي نوجه تحية كبيرة لجمهوري داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن. كنبغي نقول لكم مرحبا بكم في برنامج أشنو عندك مع كريمة وسط. كنتمنى إن شاء الله تكونوا بألف خير. واللي بغى يتفاعل معنا ويتصل بنا على البرنامج يتصل بالرقم الهاتف 06 82 01 88 23. مرحبا بكم مرة أخرى. بهذه المناسبة اللي كنبغي نوجه واحد التعازي حارة للفقيد الصديق ديالنا وأخونا وأستاذنا ورفيق الدرب اللي كبرنا معاه واللي قرانا وتأسسوا معاه وليداتنا، اللي كنبغي نقول ليه البقاء لله، إنا لله وإنا إلى راجعون. عبد العزيز السيسي، مدير سابقا مدير مؤسسة الأميرة للا عائشة في إفريقيا في بنمسيك، اللي كنقول العائلة ديالو الصغيرة والزوجة ديالو، اللي كنقول لك الله يعطيك الصبر والسلوان والله يجعل مثواه الجنة، اللي كنبغي نقول بنته نهيلة والابن ديالو محمد أمين وآية، الله يصبركم باباكم الصديق الأخ والإنسان الطيب، وكان أستاذ سابقا ولا مدير مؤسسة أميرة للا عائشة سابقا، وكان مسكين صاب بمرض الله يرحمه ويوسع عليه، ويعني بعد يعني المجهودات اللي قاموا بها العائلة ديالو ناسه قصى مع المرض، ولكن هو عزيز الله عز منه، إنا لله وإنا إليه راجعون. بالنيابة عني وعن الأصدقاء ديالو وخوته وجمعية الآباء سي محمد خالد، المجهودات ديالو اللي قام بها، شكرا لك وتعازي الحارة من عندكم، من عند اختكم كريمة وسط، وفي برنامج أشنو عندك في البث المباشر، اللي تنبغي نحيي بها مرة أخرى محمد خالد جمعية الآباء، سعود محمد حلواني حميد، كنشكركم على هاد المجهودات ديالكم. كنبغي نشكر مرة أخرى عصام مصور ديالنا في استوديو إفريقيا على المجهودات ديالو هو والزوجة ديالو اللي جاوا وشاركوا هاد العزاء وجنازة الفقيد عبد العزيز السيسي، اللي يعني كل الساكنة حي إفريقيا بمسيك كلهم تأثروا بوليداتهم بينا بالخبر اللي جانا، وكنتمنى العائلة ديالو الصبر والسلوان. وكنبغي نشكر مرة أخرى الحاج رشيد الفضلاوي على المجهودات ديالو، والشكر الشكر الكبير كنبغي نوجهه لرئيس مقاطعة بنمسيك السي محمد جودار على المساندة ديالو في الوفاة الفقيد عبد العزيز السيسي. وكنبغي نقول لك العائلة ديالو إن لله وإنا إليه راجعون، والله يجعل مثواه الجنة، البقاء لله. معنا أول اتصال. ألو، السلام عليكم. ألو، تقطع اتصال. كنتمنى يكون التفاعل مرة أخرى، واللي كنقول مرة أخرى اللي بغى يتفاعل معنا ويتصل بنا بالرقم الهاتف 06 82 01 88 23، وان شاء الله راه كاينه مفاجآت اخرى ان شاء الله. كاين عندنا ضيوف
اللي غادي يكونوا قريبا ان شاء الله، اللي غادي تكون يوم السبت يعني السهره، اللي غادي تكون عندنا واحد الضيفه اللي فنانه كبيره عزيزه وغاليه عندنا وعندها الجمهور ديالها خاص ديالها، اللي كنبغي نحييها من 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 استوديو على البث المباشر قناه شوف تي في في برنامج اشنو عندك، الفنانه المقتدره اميره قصري للديار البلجيكيه، اللي كنبغي نحييك انت والملك خان والناس ديال الجاليه، اللي تنقول لك ان شاء الله راه غادي تكون ضيفه في الحلقه ان شاء الله على البث المباشر من بلجيكا. مرحبا بك الفنانه والاخت والصديقه اميره قصري، ان شاء الله غتكون معنا يوم السبت ان شاء الله. معنا اول اتصال. الو السلام عليكم. الو الو السلام عليكم. السلام عليكم، لاباس؟ لاباس لله. صباح الخير. لاباس عليك، مساء الخير لله، شكون معايا؟ تكوني بخير وعلى خير. الله يبارك. شفت البرنامج عجبني، تبارك الله عليك. الله يبارك فيك لله ومرحبا بك، وهذا برنامج ديالك وديالكم كامل. بارك الله فيك، يطول في عمرك، ربي يحفظك، الله يعطيك الخير. ربي يخليك. شكون معنا المتفاعله معنا؟ معك اسماء من اكادير. نعم. اسماء من اكادير. تحيه الاسماء من اكادير وتحيه الناس ديال اكادير. بارك الله فيك، يعطيك الخير. كي دايره الاجواء تما مزيانه؟ الحمد لله، خاصنا عاش الحمد لله، الله يرحمنا. يا ربي امين، يا ربي ترحمنا برحمتك وارفع لينا ربي هذا الوباء وترجع الحياه العاديه ان شاء الله. الله يرحم هذ القلوب الناس اللي عندهم، يرحمونا ان شاء الله باذن الله. يحسوا بالناس اللي مساكن لهذ الجائحه، المسكين الدرويش اللي تأذى بهذ الجائحه، الناس الدراوش بزاف. و اش غنقول لك، كنتمنى ربي يرفع لينا هذا الوباء وترجع الحياه العاديه، لان الوباء جاء على العالم كامل ماشي على المغرب، ولا يعني الناس تقهرات للي عندها ولا اللي ما عندهاش، فهمتي؟ اللي يطلب يطلب الصحه والسلامه. الدراوش بزاف اللي تأذى والله العظيم، بزاف الناس الدراوش هما اللي تيقاسيو. والحمد لله، كنتمنى ربي قد الامور ان شاء الله باذن الله. امين، الله يفرج علينا يا ربي، امين، الله يفرج علينا. امين. تنشكرك اسماء على الكلمه الطيبه وعلى التفاعل ديالك اختي. شكرا بزاف لك يا الله يعطيك الخير. بارك الله فيك، كنشكرك وكنتمنى الرساله ديالك توصل وتعطف القلوب على الناس. انا عندي مشكل واحد على الاختي كريمه. تفضلي. انا كنت خدامه في عند اجنبي فرنسي في مدينه اكادير. إيه؟ وكنت كنخدم عنده مده 10 سنوات. هو شاري واحد لاميزون في اكادير وداير منه زون دوت. أيه؟ دايرو بحال فندق ولكن ما مرخصش بلا رخصه، تيخدم نوار. نعم. وما مرخصوش، هو تيخدم بالنوار. نعم. ودابا ملي جات لهاد الجائحه بالكورونا، ما ذكر المنزل ديالو واحد الاجنبي لاخر باش يسكن فيه. وانا قال لي الباب الحباب، انا داير معايا عقد العمل وما عطانيش الحقوق ديالي. حتى جائت المفتش الشغل ما دار لي حتى حاجه. يعني انسبكتور ترافاي كنقولوا حنايا. اه. علاش؟ يعني انت عندك الاوراق قانونيين. عندي عقد عمل بينو بينو يعني غير محدد، لحد الان هذاك السيد ما عطاني لا لاسيتاسيون، دابا تنمشي بنخدم في بريف وخوي. نعم. كيطلبوا لي اسيتاسيون دو ترافاي، ما باش يعطى لي، ما باش يعطيني بستان دو بي، لا حنين يعني لا حنين الشارع، لا حنين بلا شفقه. ولكن سمحي لي يا اسماء، هذا العقد العمل واش عنده واحد وقت محدد؟ يعني لا ما محددش. نعم. مفتوحة يعني العقد مفتوح. مفتوحة. مفتوحة. دابا انت خدمك عنده شي مغربي ولا انت مشيتي مباشرة؟ لا انا خدمت عنده، تلاقيت معاه من نهار جيت لأكادير، تلاقيت معاه ما يس مرجع صدفة، وقال لي شنو تتقل به الخدمة، قلت لهم قال لي جيت خدمي عندي في لاكويزين، ومشيت لعندو قلت ليه شنو تدير، قال لي انا ما عايش في المغرب، عايش في لافرونس، وشاري هاد لاباختومون في الغيط صغير سيدونس، ودايرها مشروع تناكل منها. ايه. واشتغلتي يعني تيخلص الضريبه على اساس ساكن ماشي على اساس ديال فندق يعني ميزون دوت. سمحي لي يا اسماء، بغيت نسولك، واش كان كيخلصك شهريا ولا داير لك السيمانه ولا لا كنت نتخلص شهريا من البنكه يعني بارفيرمون.
وكيعطيك الحقوق ديالك، ما كانش كيضيعك. لا كان تيخلصني، ولكن منين جات الجائحة الكورونا ما هو كرا المنزل ديالو لواحد الأجنبي آخر، يعني هو كان تيكري يعني الناس كان كيكريها كراء سنوي. نعم نعم دابا صافي نعم كراء هذا. دابا مشيت عند ناس سيكتور دو ترافاي ما داروا معايا حتى حل، قالوا لي نصيفطوا ليه الاستدعاء في الصلح، صيفطت علي أنا داك الاستدعاء من البوسطة قالوا لي مفتي الشخص كيتجيب لنا يعني بانه اتصل بهذا الشكايه. قلت له انا ما يمكنش لي، انا هذاك الشخص المحامي، واش انا نقصت ما نقصت باش نخلص الكرا. انا دابا رخيت الكرا خرجت يعني 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 الانسان تخرج للزنقه الشارع ليونازي. هي حيت الكرا ما غاديش يرحمك مول الملك. لا ما يرحمنيش. نعم حتى واحد ما يرحمك. شوفي اختي اسماء، هل انت متزوجه؟ حيت سمعتك قلتي متزوجه. لا لا اختي لا ما مزوجاش، انا عمري 37. وشوفي حاجه وحده، الرساله اللي كنبغي نوجه للناس اللي يعني كيشتغلوا، كنتمنى يكون الصلح بينك وبين هذا السيد الاجنبي ويدير يعني واحد يعني يعني الاجانب الاجانب يعني مادام الاجنبي دخل لبلادنا ودير مشروع خصو يفرح بالمشروع ديالو اولا. نعم علاش حنا وكان حنا شي مغربي وكان شي مغربي مشى لفرنسا ودار هكا ما يرحموش. بطبيعة الحال يعني القانون، ولكن بلادنا بلادنا شايطه داك الشيء علاش لا اعتذر على هاد سميتو بلادنا الحمد لله بلاد السلم، وحنا حتى حنا عندنا القانون ولكن القوه رخيصه. لا ماشي رخيصه، ما عمرت رخيصه يعني بلادنا. حنا دائما مجندين. نفرح بالمشروع. اي مرحبا في اي اجنبي. دار فلوس دار فلوس على ظهري انا وعلى ظهر بلادنا. السيد دار فلوس على ظهر المغرب. لا من حقك، لا من حقك تدوي ما تيخلصش لا ضريبه. نعم ملي قلت عليه قلت له شوف راه عندك مربيك عند الضريبه، قال لي انا كاع ما تنكري. قلت لي ها هما عقود عقود باش تيكري الناس عندي دي كونتخار باش كان تيكري الناس عندي دليل. ايه ولكن لانه تيكري. سمحي لي هو اللي كيبغي يرخص كيرخص راسو، ولكن البلاد راه ما مرخصاش، لان الحمد لله بلادنا دايره كاين القانون. الحاجه اللي ما عجبتكش اولا ما تسلكاتكش كاين القانون، ما كيحميش المغفلين. كاين 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 خاصك مثلا هذا السيد مثلا ما قامش بالواجب، شحال من سنه وانت خدامه عنده؟ 10 سنين من 2010 ل 2020. شتي الا خدمتي معاه عامين ثلاث سنين من حقك انك تطالبي، ولكن 10 سنوات راه عمر تبارك الله راه ضيع عليا عمر. لا هو ما ديكلاراش بيا، ما ديكلاراش بيا حتى 2019. تخرج من حقك تخرج هاد المدونات السعود العاملات ديكلارا بيا بانني عامله عند في المنزل. شوفي فقط غادي تهضري على حقك وتطالبي حقك وتعاودي تمشي عند سبيكتور ترافاي وتقول مشيت عندو مشيت عند مشيت عند مفتش الشغل مرارا وتكرارا تيجاوبوني تيقول لي ما عندنا فين عرفتي. لا تطالبي وكنتمنى وان شاء الله الرساله ديالك توصل والحمد لله. راه انا دابا انا دابا تلاحيت للزنقه لا حبيب الله رحيم. مسكينه انا ما نلومكش اختي اسماء، ما نلومكش. انا حسيت لقيت واحد السيده اختي كريمه توصلت لي صاحب العمل اخر، ومنين جيت لحالي هو يصوني ليا داك الواطي قال لي شوف اختي الا بغيتي نتوصل لك بهذا العمل خصك تعطيني المقابل بلا ما نهضر شنو هو المقابل، يعني الاستغلال الا من رحمه القليل سقي ولادي. لا حول ولا قوه الا بالله، بين قوسين الله يهدي ما خلق. والانسان دائما حنا كنخدموا بعرق كتافنا وبمجهودات الحمد لله الحمد لله 10 سنوات لا اب لا ام مع ما سولي جات نخدم بالحلال الحمد لله. وكنتمنى لك اختي اسماء ربي يعطف عليك القلوب كيف انت اتصلتي بينا وفتحتي قلبك وقلتي يعني اشنو عندك وهذا برنامج اشنو عندك وقلتي اللي عندك. كنتمنى لا بغيت نخرج داك الشيء اللي في قلبي. مرحبا بك وان شاء الله تشوفي فينا جاوبوني وتيقولي شنو تتصلوا بك. لا حيت انا عاد شتي نوصلوا لسيدنا وبغيت نوصلوا بان دوك الناس الاجانب اللي تيقولوا حنا غنتمادوا على بلادهم راه وين تمادوا في بلادنا وداروا فيها ما بغاو بلا قانون بلا ضرائب، تيديروا الفلوس من المغرب تيخرجوا فلوس بالصحاح من المغرب تيخرجوا فلوس بالصحاح على ظهري ولا ظهر اي ودرويش. وشوفي الله ياخذ لك حقك وحق يعني انا دابا ما عنديش حتى فين نسكن عاد عندي المحامي
ملي مشيت عندو تيقول لي خصك محامي، ما عنديش باش ندير انا المحامي. مسكينة ما عنديش. الله ياخذ بيدك. وكنتمناو مشاهدين قناه شوف تي في البث المباشر يعني تكون واحد ايادي. انا باغي حقوقي من هاد السيد 10 سنوات ضيع لي 10 سنوات. اسمع جاتي 10 سنوات العمر ديالي ضيعته عندو دلت على ظهري. ما تبكيش خلحني الزنقه بلا ما نهضر على الصفقه. ما تبكيش كنتمنى الدموع ديالك مت يعني غاليه. ما نبغيوكش تبكي وتبكي ان شاء الله بالفرح والله يسهل عليك. ما تبكيش اختي لان القلوب راه الله اللي عالم بها. وانا راه تاثرت من جهتك اختي واللي نبغي نقول لك لان بلادك راه بلادك، لان بلادك راه هما اللي غادي يحميوك. ماشي تقولي ان ما كاينش كاين القانون وغادي يحميوك. اي واحد عنده درايه بالقانون سمع هاد الرساله ديالي يساعدني باش باش نسخة الله لوجه لله. انا باغي حقوقي من هذا السيد. دابا انا 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 بحكم انك دويتي وبواحد الله اللي عان بك وما تبقاش تبكي اختي. نتمناو ان شاء الله ربي يعطي في القلوب. اللي بغى يتصل ويتساعد مع الاخت اسماء 06 24 46 32 91 الرقم ديالها. وغادي ان شاء الله وهي يعني في اكادير مقيمه في اكادير. انت بنت اكادير؟ لا اخت انا بنت تارودان. متشرفين. المهم تحيه للناس ديال تارودان. بارك الله فيك اختي كريمه الله يعطيك الخير. ربي يخليك وان شاء الله كوني على يقين. شكرا على التفاعل ديالك. على الاستماع ديالك وشكرا على هذا البرنامج. كوني على يقين. انا كنضيف الناس كنعطيهم حقوق يعني 5 دقائق 3 دقائق الكلمه ولكن فتحتي قلبك وقلتي داك الشيء اللي كاين ومشكي. مرحبا خليت لك الكلمه. شكرا بزاف اختي كريمه الله يعطيك الخير وشكرا على هذا البرنامج ان شاء الله. وكنتمنى ديما حنا نكونوا مغاربه متحدين مع بعضياتنا. حنا مغاربه وكي كازاوي كي الشلح كي هواري حنا الحمد لله كلنا قوت مسلمين. الله يطول عمرك. الله ينصرنا على العدو ان شاء الله. الله ينصرنا على اي واحد تيأذي بلادنا وفي كل شيء اي حاجه ان شاء الله. والسلم والسلام لبلدنا الحبيب الحمد لله تحت رعايه قائد الامه صاحب الجلاله. الله ينصر ان شاء الله. وقائد الامه صاحب الجلاله محمد السادس الله ينصر. الله ينصر الله ينصر سيدنا الله ينصر عمرو يا رب. بلا بير احنا ما نكونوش بلا بير تولي صيده. الله يسلمك. بلا بير راه الله اللي يعلم بينا. وشكرا لله. الله يطول عمره الله يخليه لينا. شكرا لك المتفاعله الاخت اسماء من مدينه اكادير اللي فتحت قلبها وانفجرت الله يحسن العوان. لان 10 سنوات وهي مسكينه كتشتغل عند هذا الاجنبي لا بين قوسين. ربما يعني كانت هي كتشتغل كعامله يعني في الطبخ والكوزينه وهذا الشيء عارفين. ولكن من بعد ولات مقابله داك الشيء ديال المحل اللي دار هو الفندق اللي يعني الناس كيكريوه كري ليهم وداك الشيء. ولكن مسكينه خرجت السيده حافية القدمين لا كداي لا يديك لا يخليك. والله يهدي ما خلق والله يهدي ما خلق. وكنتمنى الرساله ديالها توصل ولكن ترسل يعني احنا بغيت نوصل لها. بلادنا راه بلد الخير وبلد القانون وان شاء الله غادي ان شاء الله يتخذ حقها وتحط حقوق المظلومين. معنا اتصال اخر. الو السلام عليكم. قطع الخط. نتمنى يتفاعل مرة أخرى يتصل بنا. نتمنى تكون الأمور بخير وعلى خير. مرة اتصال آخر. ألو السلام عليكم. ألو ألو السلام عليكم. ألو ألو السلام عليكم. ما تكون جريا ولا ما تكون جريا بالله. كنتمنى والمتفاعلين الناس اللي كيتصلوا بنا احترامات كل يعني كل تعليق كل سميتو. هذا برنامج يعني الحمد لله برنامج محترم وبرنامج اللي كيشرف يعني بلادنا. وهذا شرف لي كبير قناه شوف تي في اللي عطاتني هذه البادره طيبه. وكنشكر المسؤولين على القناه شوف تي في وانا على كرسي كمنشطه برنامج اللي كنبغي نفتح
قلبي وفتحوا الناس قلبهم ليا وكيتيقوا واتصلوا بيا مرحبا بكم مرة أخرى. وهذه قناة ديالكم وهذا برنامج ديالكم وهذه اختكم، وحنا الحمد لله كمغاربة نديروا اليد في اليد ونتمنى نكونوا في حسن الظن ديالكم. مرة أخرى كنبغي نقول اللي يبغى يتفاعل معنا ويتصل بنا في البرنامج أشنو عندك في الداخل أرض وطن وخارج أرض وطن، كنتمنى المتفاعلين الناس ديالنا يتصلوا بالرقم الهاتف 06 82 01 88 23. معنا اتصال آخر. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام سيدي، شكون معايا؟ صباح الخير. محمد من سلا. تحية لسي محمد من سلا، مرحبا بك سيدي. مرحبا. تفضل، مرحبا بك في برنامج. شكرا. كريمة وسط، تفضل سيدي. الأخت كريمة هذه. أييه مرحبا بك. تسحب لي شهداء في شي أخت ستوندار ساعة مباشرة. لا مباشرة. شكرا أختي كريمة. نعم سيدي. أنا بغيت غير نهضر معاك، كتعجبيني وكتعجبيني شعبية وظريفة ودرويشة. الله يطول عمرك. واحد الحاجة، الحاجة اللي ما بغيتش تفهم ليا هي هاد الناس المخرجين ولا هاد الناس اللي كتمثلي معاهم واللي كديري معاهم، ما فهمتش أنا كيفاش ملي كنتي غليظة كانوا كيشوفوك ممثلة ومن رقاقيتي ما بقاش كيشوفوك ممثلة، ما فهمتش أنايا وما ما اش غنقول لك أخويا محمد بعدا تنشكرك على التفاعل ديالك وعلى الاتصال، اش غنقول لك الله يهدي ما خلق. شكرا أختي. وكيف قلت يعني كريم وسط ولو تغيرت الشكل راه المضمون باقي، كريم وسط ماشي تغيرت على باش يعني يكون فنان له الاختيار شغلو هذاك، بغى يدير التجميل بغى يكاد بغى تزيد تنقص من وجهها بغى تزاد بغى كل واحد حر في حياته. فعلا فعلا فعلا. اشنو يعني اشنو المضمون؟ واش كاين شي عطاء؟ الحمد لله فعلا. كريمة وسط ولو تغيرت الشكل جمهورها ما بخلش عليها، دائما كيتكلم عليها بالخير، دائما كيقولوا كريمة وسط بغينا نشوفوك ولو بالشكل يعني ضعيف، بغينا نشوفوك كممثلة كإنسان. والله اختي والله اختي تعزيزة علينا وحق الله العظيم، وانا كتعجبيني بعدا يعني انت ماشي ممثلة، انت كتشخصي اكثر من ممثلة. شكرا يعني بزاف الدور ديالك الحمد لله والله العظيم. شكرا بزاف اخويا محمد. ويسال عليك اختي والله العظيم، والله الا فرحنا ملي كنشوفوك دابا في برنامج وهادي وكنشوفوك كنشوفوك والله العظيم. لان شوف تي في يعني دارت واحد المجهود ديالها، تنشكرها مرة أخرى. والله العظيم حنا كنشكروا شوف تي في والله العظيم يعني بزاف ديال لأن كانوا زاروني، كانوا داروا واحد يعني واحد اللقاء اللي كنبغي نشكر فيه الصحفية والمقتدرة اللي كنعزاو واختي وعزيزة فاطمة الزهراء اللي الصحفيه ديالنا شوف تي في دارت المجهود ديالها جات وشافت هي والكاميرمان ديالنا سعيد وشافوا ويعني تقم يعني بزاف ما يتقال، ولكن الحمد لله انا باش كيعجبوني الصحفيه تحياتي للصحفيه ديال شوف تي في يعني ما كيتفكوش كيبقاو متبعين الاحداث حتى كيطلعوا المجهود كلهم كل واحد باسمه، واللي كنبغي نحيي بزاف بزاف المجهودات ديال المسؤول ديالنا المسؤول الاداره سي ادريس الشحتان على شوف تي في. تحياتي ليه انسان يعني غيور على البلاد والغيور على يعني وغيور على ولاد الشعب هاد الشيء اللي بغيت نوصل لك. وبادره كانت منه لان كيشوف كريمه الانسانه كيشوف كريمه الممثلة كيشوف وكنشكره مرة أخرى وأنا على كرسي كمنشطة برنامج. شكرا أختي شكرا الله يخليك ديما الفوق. شكرا بارك الله فيك تنشكرك. شكرا أختي. شكرا لك سي محمد ومازال نتواصل معك إن شاء الله في الخاص أنت والعائلة ديالك. مرحبا الله يرفع علينا هذا والله العظيم. مرحبا نهار كبير هذاك والله. كنواعدكم إلى جيت إن شاء الله السلام سقسي فيكم وإن شاء الله. مرحبا والله العظيم جيت السلام مرحبا بك على الراس والعين مرحبا بك عندك عند وليداتي عند مدام تمشي معايا العربية مرحبا والله العظيم. شوف اللي بغيت نوصل لك كنتمنى يكون التفاعل ديالكم وتشجعوني في هذا البرنامج اللي كان ان شاء الله باذن الله نزيد لقدام باش تنجح لي سميتو وهذا شرف لي وشكرا مره اخرى على المساعده ديالكم.
شكرا ان شاء الله. شكرا اختي، شكرا لك اختك، شكرا اختي ميرسي. شكرا شكرا على التفاعل ديالك. مرة أخرى تنبغي نقول الأخ محمد المتفاعل ديالنا مدينة سلا، شكرا على التعامل، شكرا على الكلمة الطيبة واللي قلتي في حقي وفي حق كريم وسط، شكرا لك وشكرا كاع اللي كيساندوا كريم وسط. مرة أخرى كنبغي نوجه واحد التحية للصديقة والأخت عزيزة اللي شحال هادي مشتا، وهي بنت مدينة دار البيضاء ولكن عايشة في أكادير، الأخت ريتاج اللي كنبغي نحييك ونحيي الصديقات ديالك أمينة هداية وحياة اللي كنبغي نحييهم والناس ديال أكادير مدينة أكادير اللي تنبغي نقول لك ريتاج هادي يعني نيابة على ريتاج كتبغي تحيي صديقاتها أمينة وهداية وحياة. وما نساوش الميمة ديالك حنينة سعيدة اللي كنبغي لك الصحة والسليم السلامة ماما تسريتاش، كنقول لها بالصحة والسلامة وطول العمر من هنا تل السيدي بالنور والناس ديال كازا. تحية لك مرة أخرى ريتاج من أكادير. معنا اتصال آخر. ألو السلام عليكم. ألو 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 السلام عليكم. السلام لله تقطع الخط. كنتمنى ان شاء الله تفاعل. كنبغي نقول لاخواني اصدقائي الفنانين والفنانات مرحبا بكم عند اختكم برنامج اشنو عندك. اللي بغى يتفاعل معنا ويتصل بنا بالرقم الهاتف 06 82 01 88 23. معنا اتصال اخر. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. عليكم السلام سيدي، لاباس بخير الحمد لله. شكون معنا على الخط خويا؟ معك يوسف. متشرفين اخويا يوسف. يوسف من كيدغين سبق لي اتصلت بك، كنعاود نتصل بك الاخت كريم. السيد اللي في الجبال كيدغين. كيدغين مرحبا بك. وصلكم شي ريزو تما ولا والو؟ شنو قلتي؟ وصلكم شي ريزو، وصلتكم شي سياحه ولا والو؟ باغي غير نوصل السياحه. واحد قلتي ذاك النهار السياحه ما كايناش، انا قلت واقيلا راه وصلت. ولكن هذا كنوصل دغيا ديك الساعه كلشي كنتحقق في المغرب. ايوا ان شاء الله كلشي غيتحقق في المغرب، مال المغرب ان شاء الله. الحمد لله ان شاء الله. من دار نجا الى الكويره مرحبا. ان شاء الله. مرحبا بك مره اخرى المتفاعل معنا سي يوسف من تيدغين. ايوا اش كتعاود كي دايره الاجواء؟ الحمد لله برودة ولله الحمد. الحمد لله مرحبا بك، وهذه قناة ديالك وهذا برنامج عند اختك كريمة وسط. حتى حنايا حصل لنا الشرف نهضروا معك اختي كريمة وسط، وكنتمنى هذا البرنامج ديالك يبقى، كنتمنى له السيرورة ان شاء الله. بارك الله فيك سيدي، بارك الله فيك. كنشكرك على الكلمة الطيبة اللي قلتي في حقي اخويا يوسف، ونتمنى وتنا الرسالة ديالك توصل، لان هذيك المنطقة خاصها شوية ديال السياحة والرواج باش الناس تشتغل شوية وتطور الحركة، ونتمنى ان شاء الله ربي ان شاء الله. وهذه كنبغي نوجهها للناس ديال تيدغين، والناس بغيناهم يتحركوا شويه، والناس مسؤولين عن السياحه. وعلى الله كنتمنى الصوت ديالك يوصل ان شاء الله، وكون على يقين غادي يوصل ان شاء الله. ان شاء الله الاخت كريمه. شكرا لك على التفاعل ديالك. لا شكرا اخت كريمه. شكرا شكرا للاخ المتفاعل اللي مره اخرى اتصل بنا من تيدغين سي يوسف، اللي كنقول لك كان مسكين قال على السياحه ما وصلتش هذيك البلاصه، ونتمناو ربي بعدا يرفع علينا هذا الوباء وترجع الحياه العاديه ويكون السين مسلم، لان الناس خاصها تقوم بالنصائح ويقوموا يعني يديروا الكمايم وحيدوا التجمعات، لان فيروس الكورونا المستجد راه كاين وحاضر وراه كيدف في الناس، والناس الله يهديهم، ونتمنى ربي يوفق الجميع وينجينا ونجيكم من هذا الوباء. معنا اتصال اخر. الو السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اختي كريمه مرحبا. لله شكون معايا؟ سعاد من الدار البيضاء. تحيه ليك سعاد من الدار البيضاء. كيدايره اختي لاباس عليك؟ الله يبارك فيك.
الحمد لله. انا بغيت غير نسلم عليك ونتمنى لك ان شاء الله التوفيق في البرنامج ديالك. شكرا. بارك الله يسهل عليك. يا ربي امين. وسهل علينا وعلى امه محمد ان شاء الله. كنبغي نشكرك سعاد اختي، كي درتي مع الاجواء ديال الحجر واجواء ديال كورونا وكي الحمد لله. الحمد لله واخا كان شويه يعني قاطعه شويه، ولكن الحمد لله يا كل شيء غادي الحمد لله. نتمنى لي... ربي يرفع علينا هذا الوباء. امين امين. الله يرفع علينا هذا الوباء ان شاء الله. يا ربي امين يا ربي امين. تنشكرك اختي سعاد على التفاعل. شكرا. والله يصلح الوليدات. امين امين. شكرا اختي كريمه. الله يحفظك. شكرا. مرحبا بك في البرنامج. شكرا اختي كريمه. شكرا. بارك الله فيك. تنبغي نشكر بزاف خوتنا خواتاتنا اللي كيتصلوا بينا ويشجعونا. كنبغي نشكر مره اخرى الجاليه اللي كاينه في اسبانيا. تنبغي نحيي واحد الاخت عزيزه ودائما كتصل بيا، وكانوا اتصلت بيا لان كانوا قالوا لهم الخبر انني مت وهذا، وكتفاعل معايا مسكينه بزاف لا هي والاخت ديالها. تنبغي نقول ليك فاطمه تنقول لك شكرا. شكرا لك على التفاعل ديالك. تنبغي نقول لك راكي عزيزه وبزاف بزاف فاطمه من اسبانيا اللي كنشكرها على التفاعل ديالها والتعامل ديالها هي وليداتها. كنشكرك وكنشكر الناس ديال الجاليه في اسبانيا. مره اخرى معنا اتصال اخر. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. شكون معنا الخط؟ اكيد راه اختي كريمه. لاباس عليك؟ الله يطول عمرك. كلشي بخير. الله يبارك فيك. راك عزيزه علينا بزاف. الله يبارك فيك. كنشكرك كنشكرك اختي بزاف بزاف تنتيا ومرحبا بك في البرنامج. شكون معايا بعد الاخت؟ معك مريم من اكادير. تحيه للناس مريم اكادير. مرحبا. تحيه الناس ديال اكادير وكنشكركم على التفاعل ديالكم بزاف. ربي يخليك. الناس ديال اكادير خوتنا وحبابنا، وكنقول لكم مرحبا بكم في برنامج اختكم كريم وصاد. ربي يخليك. وانت مرحبا بك عندنا في اكادير. الله يزورنا ان شاء الله. شكرا. بارك الله فيك لاله. كنشكرك على التفاعل ديالك. قولي مرحبا. بارك الله فيك اختي مريم. كي دايره الاجواء عندكم تما؟ وايا كادير زوينه الصراحه. غير عندنا واحد المشكل ديال الماء. ديالاش؟ ديال الماء. ديال الماء. اين منطقه انت في اكادير؟ انا كاينه في سونتر فيل ديال اكادير. في سونتر. هيك هو كيقطعوا علينا الماء مع ديك العشره حتى سته الصباح. اييه. عندنا مشكل ديال الماء. ولكن واش كي يعني واش كاين مشكل انه نقص الماء في سميتو في هذيك المنطقه كلها، ولا في هذيك البلاصه اللي انت فيها بحال قلتي لي؟ اكادير اكادير كله. هكاك. دابا الرساله لمن بغيتي توجهيها؟ والصراحه انا بغيت نوجه للساكنه ديال اكادير. تفضلي. كنوجه للساكنه ديال اكادير باش ما يضيعوش بزاف الماء، حيتاش كاين عندنا مشكل ديال الشتاء. اييه. وان شاء الله كنتمنى ان شاء الله طيح شي استواء علينا ان شاء الله. يا ربي الله يرحمنا برحمته. امين. الله يرفع علينا بعد هذا الوباء ان شاء. آمين. الله تكوني بألف خير ونزل علينا ربي يسقينا ان شاء الله بشي شي استواء ان شاء الله يا ربي. امين. حتى هذا الوباء ربي يرفعوا علينا ان شاء الله. امين يا ربي امين. داك الشيء اللي كنتمناه. مرحبا بك اختي. مرحبا بك. ربي يخليك اختي كريمه. ربي يخليك. راك عزيزه علينا بزاف بزاف. الله يطول عمرك. وكنشكرك بزاف بزاف تنتي اختي. مرحبا مرحبا. شكرا بزاف. شكرا على التفاعل ديالك مريم. نتمنوا الرساله ديالك توصل ان شاء الله. شكرا بزاف. مرحبا بك. هذه قناه ديالك وهذا برنامج ديالك اختي. شكرا بزاف اختي كريمه. شكرا شكرا. بارك الله فيك اختي مريم من اكادير. وتنبغي نحيي الناس ديال اكادير. شكرا لك مره اخرى. شكرا لك. وكنتمناو يعني الرساله ديال اختنا توصل لهذيك المنطقه اللي فيها سميتو في مدينه اكادير ان عندهم الماء ناقص. كنتمنى كيف قالت هي الناس ديال مسؤولين او هذا يحتفظوا على الماء. الماء يعني رجعنا يعني الماء
راه شي حاجه اللي نعمه، ما خصناش نضيعوا الماء. واش غنقول لكم، الله الله يهدي ما خلق وصافي. هادشي اللي غادي نقول، نتمنى ربي يسقينا كي قالت الاخت الشتاء، ربي يطيح علينا واحد الرحمه باش نكونوا بخير وعلى خير. مره اخرى تنبغي نوجه للجمهوري داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن، مرحبا بكم في برنامج اشنو عندك مع كريم وسط. كنتمنى يكون التفاعل ديالكم. مره اخرى كنبغي نقول اللي بغى يتصل بنا على الرقم 06 82 01 88 23. نتمنى ان شاء الله يكون التفاعل ديالكم بكثرة، وهذا راه برنامج ديالكم وهذه قناتكم اللي كنبغي نحيي بها جميع اصدقائي وزملائي الصحفيين في داخل الاستوديو وخارج الاستوديو على التصوير في اللايفات. كنقول لهم الله يعاونكم، وحنا دائما مجندين للشيف تي في وبلدنا الحبيب. بسم الله. نتمنى يكون التفاعل، وان شاء الله ترجع الحياه العاديه، لان الناس دابا كنتلقى معاهم في الشارع ولادة تزمطوا الناس وتخنقوا، ولكن هذا الشيء مصاب جلل، يعني هذا يعني ابتلاء من عند الله. ربي سبحانه وتعالى كتبوا علينا وكتبوا على العالم، ماشي غير حنا بوحدنا. ولكن نتمنوا نقوموا بالاحتياطات، نحترموا الواجبات، نديروا الكمام، نحيدوا التجمعات. ماشي الكمامه نعملها هنايا في يدي ونبقى خارج وخلي الكمامه ما نهبطهاش على الانف ديالي. الكمامه خصني نعملها في جهه الانف ديالي وندور على الاذنين هكذا باش ما نتصابش بشي حاجه، ونكون وما داك التجمع نحاولوا ان نقصوا من التجمعات باش ان شاء الله نرجعوا للحياه العاديه ونديروا التعقيم. كاع اللي ما في استطاعتوش يعني التعقيم، كاين الصابون، يعني الصابون نغسلوا بالماء، يعني الماء الحمد لله راه كيحيد الجراثيم وحيد الميكروبات وحيد الحمد لله، الله يسقينا برحمته، يعني الحمد لله خصنا نغسلوا نعقموا والاحتياطات. واللي كنبغي نقول مرة أخرى، تنبغي نوجه تحية للناس ديال الصحة على المجهودات ديالهم، الناس ديال السلطات الأمنية المجهودات ديالهم اللي كيقوموا بها، الناس ديال المجتمع المدني، دور الصحافة، المواقع كلها، يعني الشوف تي في المجهودات ديالها اللي قامت اللي مجهودات وفي الحجر وفي احنا في كورونا لحد الآن ومازال كيقاوموا باش يوصلوا الرساله، بيوصلوا يعني اللايفات المتتبعين على البث المباشر. شكرا لهم على المجهودات ديالهم، تنبغي نشكرهم مره اخرى على المجهودات ديالكم اصدقائي وزملائي الصحفيين على شوف تي في. مره اخرى كنبغي نوجه تحيه لكل الناس اللي كتساهموا واللي كتناضروا واللي كتجاهدوا. اللي كنشوفوا بعض الناس اللي كيزوروا بعض المراكز، بعض الناس اللي مسكن يعني دور المجتمعات يعني المدنيه، الجمعيات اللي كيقوموا بتوزيع التعقيمات والكمامات على الدوائر. مزيان، هذه بادره طيبه. شكرا مره اخرى للمجتمع المدني. تنشكر مره اخرى الناس اللي كتدير المجهودات ديالها. شكرا للنظافه، الناس اللي على النظافه اللي كنشوفهم في الشارع كيقوموا بالمجهودات ديالهم. تنشكروا الناس كاع، اخر ما نشكروا الناس الاخر يعني المنظف الحاره، يعني الاخر كيقوم مسكين مجهودات ديالو كيشطب ويشطب ديك الحومه اولا، يعني شكرا لهم على المجهودات ديالهم. اللي كنقول لهم مره اخرى تنبغي نحييكم على المجهودات ديالكم. اللي بغى يتصل بنا ويتفاعل معنا بالرقم الهاتف 06
82 01 88 23. وكنبغي نقول ثاني مره اخرى راه كاينين مفاجات، كاينين ضيوف الحلقه، كاين برنامج اللي غادي يكون كريمه ان شاء الله، اللي غادي شويه ترفع لينا شويه الوباء، يكون كريمه على الشارع، كريمه ميكرو تروطوار مع جمهورها. نتمنى يكون التفاعل، نتمنى ان شاء الله ربي ما يحشمنيش في برنامج. اشنو عندك معنا اتصال اخر؟ الو السلام عليكم. وعليكم السلام اختي. اييه شكون معايا؟ مواطن. مرحبا بك سيدي. بارك الله فيك. مرحبا بك سيدي في البرنامج، تفضل سيدي. شنو البرنامج هذا اختي؟ ما عرفتش والو. برنامج سميتو اشنو عندك مع على البث المباشر في قناه شوف تي في مع كريمه وسط، مع كريمه وسط الممثله، دايره برنامج اشنو عندك؟ اشنو عندك في حياتك؟ تفضل، يعني تقدر، يعني هذا برنامج مفتوح، يعني فيه مشاكل اجتماعيه ثقافيه رياضيه في كل شيء، تفضل سيدي مرحبا بك. إذا كانت في المستطاعات، مستطاع ديالنا أن عندك مشكل عائلي أولادة، يعني كنتمناو نكونوا في حسن الظن ديالك وفي ديال المستمع والمشاهدين. كتطلبوا من عندنا؟ نعم سيدي. شنو كتطلبوا؟ لا تفضل زعما، شنو المشكل اللي عندك أخي؟ ربما عندي مشكل واحد. تفضل سيدي. بغيت نزوج. تقطع الخط من المتفاعل، ربما يمكن شوف شنو المشكل اللي عنده. نتمنى هذا برنامج ديال مفتوح للناس، العائلات المحترمين، العائلات اللي الحمد لله اللي كنشكرهم على التفاعل، يعني من بدايتي في البرنامج وانا اتفاعل مع جمهوري. شكرا على التعاليق ديالكم، شكرا على النصائح ديالكم، هذا برنامج ديالكم وهذه اختكم، حنا جو عائلي مادام انا معكم على البث المباشر، كنحسب انني في البيوت وفي الديور بعائلتي خوتي احبابي. نتمنى ربي ما يحشمنيش معكم ونكون في المستوى ديال وفي حسن الظن ديالكم. يا ربي يوفقني باش نكون في الاستمراريه ان شاء الله. معنا اتصال اخر. الو السلام عليكم. عربيه الله. وعليكم السلام. مرحبا للا، شكون معايا على الخط؟ معايا لالا كريمه وسط. هي هذه للا، مرحبا بك. وي دابا كنشوف اللايف ديالك في فيسبوك. بغيت نقول لك تبارك الله عليك، وفرحنا بزاف حيت رجعنا شفناك مره اخرى. الله يطول عمرك. صراحه ما عندي لا مشكل لا والو، غير لو فات اننا شفناك بخير وعلى خير وانك رجعتي، والله تفرحنا بزاف بزاف. شكرا للناس اللي كيستاهلوا بصح يبانوا. شكرا بزاف لله. حيت يا ما ضحكتينا ويا ما دوزنا معاك وقيتك زوينين، وكنت تلاقيت بك ديجا في جديده، يعني هضرتي معايا بتواضع وبادب من فاش هذاك اللقاء كيف داز، وفرحت بزاف بزاف انني رجعت شفتك، وبالتوفيق يا ربي في مسيرتك. ذكريني بالاسم ديالك لالا. انا شهاب من ازمور. تحيه للناس ديال ازمور، وهذا شرف. هذا شرف لي اختي، وان شاء الله في القريب. والله العظيم ازمور لك بالله العلي العظيم، شفت النمره قلت غنتصل غير باش نقول لك هذه الكلمات، وحنا ان شاء الله كنا غنساندوك ان شاء الله، وكنتمنى المغاربه كلهم يكونوا معك. شكرا بزاف اختي سيان. وانا في ازمور مؤخرا كنت شاركت مع اختي وزميلتي وصديقتي الفنانه المقتدره والمخرجه فاطمه علي بوبكدي في الفيلم ديالها بنت باب الله، اللي كانت مشاركتي معها، واللي كانت وبالفعل كنتي بصح بنت باب الله. شكرا بارك الله فيك. هذه الحقيقه عنوان المسلسل كيناسبك. ولكن كانت البطله ديالو هي الاخت المقتدره العزيزه لينا اللي كنحماقوا عليها. واش غنقول لك؟ لا اله الا الله محمد. انا شفتك في الواقع وبصح بنت باب الله، انا تلاقيت بك في الواقع بالضبط حدا اوتيل المرابطين، ولا فاسون كيفاش هضرتي معنا داز على اعوام، ولكن من زعما ما نسيتش الضرافه ديالك معنا وكيفاش هضرتي معنا. دونك فرحانه بزاف كي شفناك مره اخرى. الله يستر. من تواضع لله رفعه. علاش علاش غادي نتكبر عليك؟ ولا بالعكس،
حنا خوت وحباب، بالعكس خصنا نتجندوا ونكونوا زوينين. كيف قلنا حنا بنت باب الله، بنت باب الله كنا لعبناه ومع الصديقه والفنانه اللي كنحييها بهذا المنبر دنيا بوتازوت اللي كانت البطله ديالو، وحنا كنا غزاله، واللي كان حسن اللي كان شغل نقول لك حسن ميكيات البطل تا هو اللي كان بغي نحييه، وكنا كانت واحد الاجواء وجميلة وفتح ولد فاس اللي كان مشارك اللي كان الايفن ديالها، وكانت اجواء جميله ورائعه مع الفنانه فاطمه علي بوبكدي، وكان الاخراج ديالها، ودائما كان واحد الجو اللي كان نقول لك اوديتيه انت كنخرجوا بالبكاء، يعني كندخلوا فرحانين وكنخرجوا فرحانين، ولكن كنخرجوا بالبكاء ما كنقدروش نتفارقوا مع هذيك السيده اللي جميله ورائعه واللي كتعطي فرصه للشباب. تحيه لك مره اخرى فاطمه علي. الحمد لله بالتوفيق ان شاء الله. تنشكرك على لا سهام، وغادي نتصل بك. سعيده لاله كريمه. غادي نتصل بك على الخاص وغادي نتعاودوا. شكرا. ان شاء الله. مرحبا مرحبا لاله كريمه. الله يفاطم بزاف لاله. شكرا معكم. شكرا لك سهام متفاعله معنا في ازمور. الكلمه الطيبه حسنه، المسانده المعنويه حسنه، المسانده الماديه ولا كلمه طيبه شي حاجه غاليه. شكرا لك مره اخرى اختي سهام على الكلمه اللي قلتي في حقي. تنبغي نقول مره اخرى لمتتبعي قناه شوف تي في على البث المباشر، مرحبا بكم في البرنامج اشنو عندك مع كريمه وسط، اللي كنقول لكم مره اخرى راه غادي يكون ضيوف حلقه، غادي ان شاء الله يكون حلقات مواضيع ان شاء الله جديده، وحنا ان شاء الله غادي تكون عندنا ضيفه الحلقه من الجاليه البلجيكيه والفنانه المقتدره اميره قصري، اللي كنتمنى ان شاء الله كلكم تفاعلوا وتفاعلوا معنا، لان هاد السيده عطات الكثير والكثير وكتحب الوطن ديالها، وكنا كنحبوا وطننا الحبيب، ودايره واحد العمل اللي على الجاليه المغربيه اللي كيناضلوا اللي كي من اجل بلدهم وكيحملوا الرايه البلاد، واللي كيقوموا بمجهودات ديالهم. دارت واحد الاخراج مسرحيه دخلنا عليك بالله، وان شاء الله دخلنا عليكم بالله الى ما تفاعلوا، وان شاء الله يكون اتصال ان شاء الله بينا وبيكم باش ان شاء الله ينجح العمل ونجح البرنامج، وان شاء الله غادي تكون معنا ضيفه الحلقه ان شاء الله يوم السبت اختي والفنانه اميره قصري. مرحبا بك مره اخرى. احنا كندقوا على نهايه الحلقه، نهايه الحلقه برنامج اشنو عندك. كنبغي نشكر مره اخرى الجنود الخفاء على مجهود اخرى. كنقول لكم الله يعاونكم على المجهودات اللي كتقوموا بها شوف تي في. مره اخرى تنبغي نقول شكرا لمخرج الحلقه اسماعيل، شكرا لمتتبعي الفيسبوك على شوف تي في، المراسلين عبدو الشرقاوي اشرف عبد الصمد سفيان، شكرا لكم على المشهود، شكرا للكاتبات السكرتيرات ديالنا اللي كيتواصلوا مع الناس اللي كتطرق على المشاكل ديالها وكتفاعل معنا، الاخت احلام حياه تنشكركم، تنشكر الاخت ايمان اللي في الاداره مشعل على المجهودات ديالها هي كذلك، تنشكر المدير المسؤول على المجهودات ديالو الكبيره واللي كيقوم بها السي ادريس شحتان، وشكرا لك مره اخرى على المجهودات ديالك وعلى اللي كتقوم بها في شوف تي في. نتمنى الصحه والسلامه، نتمنى السلم والسلام لبلدنا الحبيب تحت رعايه قائد الامه صاحب الجلاله محمد السادس تاج ريوسنا، الله ينصرك ويبارك في عمر سيدي. نتمنى
نتمنوا الصحة والسلامة الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد والأسرة العلوية. كنتمنى ربي يرفعنا وحنا كندقوا إن شاء الله على العيد الوطني اللي كيحتفل به الشعب المغربي من طنجة إلى الكويرة، من داخل الأرض الوطن وخارج الأرض الوطن. هو المسيرة المضفرة، المسيرة الخضراء اللي كنا كنتجندوا ليها وحنا بالروح الوطنية، وكنحملوا راية البلاد والصحراء المغربية وتبقى دائما المغربية تحت رعاية قائد الأمة صاحب الجلالة. واللي كنبغي نشكر الناس اللي ناضلت، والوطنيين المجاهدين والمقاومين لهذا البلد اللي كنبغي نحيي، اللي باقين في الحياة طول العمر واللي ماتوا تنقول لهم راكم شهداء في هذا البلد تحت رعاية صاحب الأمة الملك محمد السادس، على المجهودات ديالكم لبلادكم، لأن الروح الوطنية شي حاجة كبيرة. شكرا لكم مرة أخرى، وكنتمنى الصحة والسلامة. واللي كنبغي نقول للجمهوري نتمنى التفاعل ديالكم في ان شاء الله في الغداء. وهذا واخر اتصال وانا معكم ان شاء الله. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا سيدي. مرحبا بك سيدي، شكون معايا على الخط؟ مرحبا وليدي، معكم محمد الناظور. ناظور واه كي داير الناظور، وتحيه للناس ديال الناظور، وتحيه للناس ديال الريف ريافه اللي كان الله يبارك فيكم. الله يكثر في عمركم. كنفتخروا بالناس ديال الناظور والناس ديال الريف. مرحبا بك. شكرا، الله يجازيك بخير. مرحبا وليد. كي داير سيدي؟ كي داير الاجواء عندكم؟ كي داير مع كورونا؟ اي والله غيتنا الشتاء ان شاء الله، والو تقول بحال الصيف. ويا ربي ترحمنا برحمتي وسقينا ان شاء الله. يا ربي سقينا بشي امطار خير ان شاء الله، وعلى قد النفع كي كنقولوا. ربي يرفع لينا هذا الوباء سي محمد ان شاء الله يا ربي، على جميع الامه الاسلاميه. ربي يخليك. وهذه قناه ديالك السي محمد، ولا بغيتي تتكلم توجه التحيه للناس ديالك وديال الناظور بالريفيه، مرحبا بك. مرحبا بك سيدي. بارك الله فيك. تفضل سيدي. تفضل، مرحبا بك. الله يجزيك. شكرا لحظه. تفضل سيدي. عندي واحد المشكله اختي، هذه القناه ما كتجيش هنايا الناظور بزاف بزاف، وحتى هنايا شي قنوات كيمشيو غير شي حوايج لا علاقه، يعني غير فهمتي. لا الله ودي الشرف، الله ودي نجيو عندكم. مرحبا على الرسم شوف تي في ديال المغرب كامل. الله ودي الله يعطيك الخير، حيت عمرني ما شفت شي قناه يعني مشات لشي حد عنده شي مشاكل ديال الارض وكيديوها الناس ولا هذه فهمتي ولا. تفضل قول لي المشكل ديال انا يدت لي الدوله 2000 متر، شكون اللي غيخلصها؟ هذا مشكل عندك ديال الارض. واه صيفطوني الوجده. واه 914 قالوا لي راه عندك 3 د الهكتار تمشي في المساهمه المجانيه. يا سيدي صافي، قلت له واخا هذيك معليش. لا ولكن اسمح لي سي محمد، هاد الوثائق ديال الارض عندك قانونيين جديه؟ نعم. اكثر من 80 عام. يعني ورثتي على الاجداد ديالك يعني كنقول. الله وليدي. عندك فيها الورثه؟ عندي فيها الحمد لله جوج، انا وعمي الحمد لله وعمي ماتي جوج. نعم ماتوا الله يرحمهم. الله يرحمهم ويوسع عليهم. دابا اللي بغيت نوصل لك السي محمد، يعني ما درتيش اعاده النظر على الملفات؟ يعني ما درتيش عاودتي يعني يشوفوا الملف، اعاده النظر على الملف، تجديد في القضيه؟ ترجمت كل شيء، الوثائق هذيك الملكيه 300 درهم الورقه، حيت هذيك الكتبه قديمه ما كتبانش. نعم نعم فهمتي، شي ترجمتها خسرت هذيك 900 درهم هانيه، ماشي مشكل. ماشي مشكل. لا هذيك خسرتها على حقك. نعم سيدي. ما يدير لك والو، كيقول لك سير المحكمه. وهذا الشيء عاود ماشي عندي المدرسه، المدرسه 3000 متر تبنات في الارض ديالي مع تاوليه تاليه. لا علش؟ يعني في الملك ديالك، داخله في الملك ديالك هذه. واه واه
وشغل نقول لك السي محمد اللي بغيت نقول لك هو هذا برنامج مفتوح، يعني شنو عندك وفتحتي قلبك لينا وقلتي شنو عندك. بارك الله كانت فيك. انا الرقم ديال الهاتف انا خديته السي محمد، وكنتمنى يعني تنتا يعني هذه الرساله اللي كتوجه لها الناس اللي مسؤولين على هذا، كنتمنى يعني يعني طلب اشنو بغيتي توجه يعني الرساله الناس اللي بغيتي تتكلم بالدارجه بغيتي تتكلم حتى بالريفيه خذ راحتك. معليش لا شوف لا باش شوف غتكلم راك تكلمتي بالدارجه ديالنا باللهجه ديال تكلم بالريفيه مرحبا بك. ايوا ميغسي غادي ديني غجمهوات نشقي واحد والله لا يحرق بك قاعد هو. نعم روح غا البلديه روح غا القياده واش والو وباغي تنصيف نشا لا حول ولا قوه الا بالله. روح عقل المحكمه روح شحال الضميع يويغ بالخبير 700 درهم غاديين حدا المدرسه بغاو يديو لينا الارض لا حول ولا الناس هذيك على الحدود. انا ما فهمت والو، واش هذيك الوثائق اللي عندي واش ما كياكلوش واش جدي انا ما فهمتش هذا والله ما بغيت نفهم هذا القضيه. نتمنى الدعوه راه في المحكمه على سميتي وعلى عمي الدعوه راه في المحكمه في الشهر الثاني كنتسنى يجيو يستدعيو هذوك الاطراف والو انا ما فهمت والو والله ما بغيت غير نفهم هذه سبحان الله. سيدي محمد من بعد ان شاء الله كنتمنى يعني الناس ديال المسؤولين على القطاع وما هو في هادشي ديال والله لا كيغطيو المدار هادو. لا انا شوف انا عندي 35 عام انا زدت هنايا كانتي ولا وصلت الكاتريماني عندي الكاتريماني في الدراسه خرجت في 2000 20 سنه دابا غادي 21 سنه. نعم سيدي فهمتي ولا نعم بغيت غير تما نعرف واش اعتذر حقا حقا واش حقي واش انا ماشي كنطلب شي حاجه ماشي لا 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 القانون ما كيحميش المغفلين الحق ديالك حق عندك شويه تاخذ شويه عندك بزاف تاخذ بزاف ما عندكش ما عندكش اللي قسم الله. نعم انا الدولة دات لي المدرسة ولا ماشي مشكل هذه المصلحة العامة ولكن يجاوبونا يجاوبونا دفعت في النيابة من 2016 وفي النيابة عند الأستاذ الله يعمرها دار تما الناس في النيابة الله يعمر لهم الدار فهمتي ولا وقفوا معايا وقفة رجل. نعم فهمتي ولا كيقول لي كنت قلت له راه عييت من 98 والواليد كيجري والو الجواب والو حشومة. ونتمنى الوالد الله يرحمه دابا انا غادي نمشي الله يرحمني ويجي الاخرين الله يرحمهم والو يعني ما ينصفوش. نعم شوف سي محمد كنتمنى ان شاء الله الطاقم ديال شوف تي في لا بالعكس مرحبا بك هذه القناه ديالك وهذا برنامج كنتمنى تفاعل معنا وكنتمنى ان الرساله غتوصل نزيد العائله قلت لك السميه محمد بغيت نزيد العائله هاني قول لي العائله ديالك انا ما كنديش ديال الناس انا بغيت ندي ديال جدي بالوثائق ديالي تفضل عطيني الاسم ديالك مشابهه من النظام الناظور عندي الوثائق ديال جدي فهمتي بوحده غادي تمشى ولكن والو حتى واحد ما يدير لك يعني يحس بيك ولا واش هذيك الوثائق اللي عندي نمشي نرميهم نمشي لا سيدي لا ما تحرق شيء وان شاء الله غادي تاخذ حقك وان شاء الله القناه شوف تي في غادي ان شاء الله غادي يتواصلوا معك ان شاء الله وغادي يديروا معك سميتو غادي استجواب ونتمنى ان شاء الله ويكون واحد اللقاء ونجي نشوف الاخ سيدي محمد وغادي يكون والله الا شفت البرنامج ديالكم دابا في يعني على المباشر وقلت غادي نتصل ان شاء الله الرحمن الرحيم. مرحبا بك وهذا البرنامج ديالك. كنت باغي نجيب الصحافه يعني اربوز واحد الصحافه هنايا في الناظور ومشيت عنده واحد المره قلت له ودي اللي عندي بنادم كيجي الواد واش الواد عباد الله حتى هنايا والله الا اش غادي نقول لك حسبي الله ونعم الوكيل ماشي مشكل شوف سيدي محمد انا الرقم الهاتف ديالك هو عندنا وانا كون على يقين غادي ناخذ من عندك معلومات ما هو كيخص بالارض ديالك وداك الشيء غادي نتواصل مع الناس ديال المسؤولين بسهوله يعني يكون نزيه كون يعني على يقين يفاجي علينا يفاجيها عليه ربي في الدنيا والاخره الله يرحمه ان شاء الله غادي يتواصلوا معك وغادي نجيو عندك وغادي تكون فرحه كبيره وغتتصل بيا وغتقول لي شكرا لك وشكرا لقناه شوف تي في شكرا لك بارك الله فيك اختي كريم الله على نهايه الحلقه ومرحبا بك وتحيه للناس ديال الناظور شكرا تحيه لكم كاملين مازال مره ياك الله يعطيكم الخير نعم سيدي بارك الله يسعد مستقبلك
شكرا لك سيدي محمد. والمتفاعل معنا اخر متفاعل من مدينه الناظور اللي كيتكلم على حقه اللي ضاع عليه حقه، وهو كيطالب حقه، ما كيطالبش بحقوق الناس ولاده، تيطالب بحقه فقط من الناس مسؤولين، الناس ديال دافع الملفات ديالو. قال لك عطيو حقه، وقفوا معاه في حقه. نتمنى الرساله توصل، نتمنى القناه تشوف تي في. شكرا للمسؤولين، شكرا على التفاعل ديالكم مشاهدي قناة شوف تي في على البث المباشر. تنشكركم مرة أخرى، تنشكر المخرج ديالنا رئيس التحرير إسماعيل، تنشكر المراسلين مرة أخرى عبدو الشرقاوي، عبد الصمد، سفيان، كنقول أشرف، كنقول لكم شكرا لكم. المدير مسؤول إدريس شحتان، تنقول شكرا للأخت والصديقة المايكاب ديالي اللي تنقول لك على المجهودات ديالك اللي كتقومي بها. شكرا لك أختي وصديقتي ازدهار بن زين، اللي كنحييك عائلة بن زين كلهم. تنبغي نشكر الحجة محجوبة، تنشكر نجاة الأخت ديالي، العزيزة الأخت ديال الازدهار، العائلة ديالها كلها الصغيرة والكبيرة اللي كنقول لك شكرا. تنشكر مرة أخرى صالون الحلواني على المجهودات ديالو حميد، تنشكر إخواني كلهم اللي كيساندوني، وما نساوش الناس اللي كتساند كريمة وسط. تصبحون على ألف خير غدا إن شاء الله على الساعة التاسعة الثامنة عفوا إلى غاية التاسعة ليلا إن شاء الله. كنتمنى التفاعل ديالكم كثرة في برنامج أشنو عندك، وتصبحون على خير.